عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ ملاك. شوف هادي كي درتو بخير، كلشي مزيان. كنشكركم على التعاليق غزاله اللي كتصيفطوها ليا، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. ولا ما كنتوش نتوما انا ما كايناش. المهم اليوم الوصفه ديال اليوم هي عباره عن واحد الكيك بثلاث طبقات، حيت بغيت نستجب للرغبات ديال الاسره ديالي، كلهم تيقول لك بغينا الكوتي. هادشي علاش انا مستمره كندير لكم الحوايج اللي نقدروا نديروهم في الكوتي. ومرحبا بكم. لهاد الوصفه غادي نحتاجوا ثلاثه المقادير، مقادير ديال الكيك، مقادير ديال كريم باتيسير، ومقادير ديال الطبقه الثالثه ديال الليمون. مقادير ديال الكيك، اش غادي نحتاجوا؟ جوج بيضات وجوج بياض البيض. هاد جوج بياض البيض غير ما بغيتهمش يضيعوا، حيت خديناهم من جوج صفار تاع البيض باش نديروا الكريم باتيسير. لو زيس ديال الليمون، ملح، نص كاس عصير الليمون، نص كاس الزيت، نص كاس السنيده، جوج خميرات، ودقيق حسب الخليط. دون زان بول غادي نديرو جوج صفار تاع البيض، جوج بيضات كاملين، وهاد الصفار اللي شاط لينا قلت لكم من لا كريم باتيسير. غنزيدو عليهم السنيده، سهله كيكه عاديه وبسيطه، وغادي نخدمو بالفويه. غنزيدو الليمون، الزيت، لو زيس ديال الليمون، نزيدو مني نخلطو جميع العناصر ودو معنا السنيدة، غادي نزيدو الدقيق بشوية بشوية. ونزيدو الخميرات، هادوك جوج خميرات، ونزيدو قبيسات الملح، ونخلطو الكلشي ونرجع معاكم. من بعد ما خلطنا الخليط كامل، غادي ناخدو واحد المول اللي فيه القراصة، نوريه لكم هاد المول حيت ساهل في الديمولاج. وغادي ناخذوا لاطا، فيها دائما كنقولها لكم لاطا فيها بابي سلفوريزي، ونديروها حيت هي ديجا رقيقه، عاد كنضيف لاطا اخرى غليظه وكندهنوها بالزبده والدقيق. صافي، ونصبوا الخليط عادي جدا، وندخلو الفران على عافيه مهيله كيف العاده. انا دائما كنشعل غير من التحت، وحسن دابا عاد سخنت الفران، عاد درت الفران يسخن. صافي، وكنشعل غير من التحت، وكطيب ليا كطيب ليا من التحت ومن الفوق بلا ما نشعل الفوق. صافي، وندخلها الفران. باتيسيير حاجتنا في كاس كبير ديال الحليب، جوج صفار تاع البيض، جوج معالق السنيده، جوج معالق النشا، وواحد فاني. ناخذ كاسرونه سمحوا لي، وغادي نديرو فيها هذا الكاس تاع الحليب، ونديروه فوق النار حتى يدفى معانا. من بعد غادي ناخذ صفر تاع البيض كامل، دوك جوج، وغادي نزيدو عليها الفاني السنيده، ونشا، ونخلطو كلشي، نخلطو كلشي مزيان حتى تندمج معنا العناصر. ما خلطنا الخليط ديال صفر تاع البيض والسنيده والفاني ونشا، ودفينا الحليب، غير دفينا غير شويه، غادي ندير واحد شويه ونخلط مزيان، ما يكونش سخون بزاف باش ما يطيبش لنا البيض ديالنا. ونخلطو مزيان، ونرجعو كلشي
في الكاسرونة اللي فيها الحليب اللي بقى لينا، هاد الكاسرونة نرجعو كل شيء ونديرو فوق النار مع التحراك على عافية مهيلة حتى يعقد معنا الخليط ونحصلو على كريم باتيسيير. كلشي كيعرف كريم باتيسيير. ونرجع معاكم بعد ما عقدت معنا لا كريم باتيسيير ولات على هاد الشكل، غادي نديرها في واحد الطبق باش تبرد، ما تكونش عاقده بزاف، هي مازال غتعقد. غادي ناخذ واحد الفيلم اليمونتير على هذا الشكل وغادي نهبطوه باش ما يدخلش ليها لي بول دير وتاكسد معانا، ولا تاكسدات صافي غتخسر معانا. صافي وندخلوها تبرد في الثلاجه. الطبقه الثالثه غادي نحتاجو فيها كاس كبير تاع عصير تاع الليمون والبنان وجوج ساشيات ديال الفلون غير هادو صغار ومعلقه سنيده اختيار اللي بغيتي سنيده ديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. هاد البنان يلا شريته غير البارح، شوف كي ولا كان صفر دغيا ولا كحل. وغادي نرجع معاكم. غادي ناخذو كاسرونه وغادي ندير فيها العصير تاع الليمون اللي فيها السنيده، قلت لكم اختيار اللي بغا الا كان ليمون حلو بلا ما نديرو السنيده. وغادي نديرو هاد لي ساشي ديال الفلون وغادي نحركو مزيان وغادي نديروها فوق النار يبقى جاري ماشي عاقد. صافي ونرجع معاكم. من بعد ما درناه في فوق النار ها هو كيبقى سائل، شفتوه سائل. الا كانوا فيه شي حاجه نبقاو فيه شي نقيطات ديال سميتو ديال الفلون كنصفيوه ونرجع معاكم. ناخذ شويه ليمون عصير الليمون وغادي نقطعوا البنان على شكل دوائر شويه يكونوا غلاد. علاش درنا هذا العصير تاع الليمون؟ باش ما يتاكسدش معنا البنان. نبقاو فحال هكا مستمرين حتى نكملوا البنان ديالنا اللي غيكفانا. شويه يكون غليظ السمك ديالو، يكون غليظ باش يبان لينا في الكيك. نكون بعد ما طابت معنا الكيكه ها هي على هذا الشكل وتحمرات كلها، غادي ناخذوا لا كريم باتيسيير وغادي نصبوها نخليوها في المول ديالها وغادي نصبو لا كريم بعد ما بردت معانا ونايطاليوها كامله. نايطاليوها كامله على هذا الشكل. هذه هي لاكوش الثانيه. من بعد غادي نستف البنان اللي درناه على شكل دائري ونخليو بيناتهم شويه لاسباس على هذا الشكل. على شكل دائره نبداو من الجوانب نخليو بحال هكا لاسباس باش يدخل معنا الفلون ويعطي واحد المنظر زوين. علاش ركزت لكم على الكوتي؟ حيت الناس طلبوا لي الكوتي قالوا لي ملاك ديري لينا الحوايج اللي كيداروا في الكوتي. هذاك الشيء علاش انا بقيت كندير لكم غير كنلبي رغبات الاسره الثانيه ديالي. ونكملوا على هذا الشكل. كملنا البنان كامل استفناه، غادي نديرو الفلون على هذا الشكل. ما تيبانش لكم وقيله غندير من هذه الناحيه ها كتجي واعره هاد الكيكه، غير جربوها على حسابي. صافي ومن بعد نخليو حتى يجمد شويه وندخلو الثلاجه تكتكال بارده. ما بردت معنا الكيك ها هي جات على هاد الشكل
شوفوها كيفاش جات غزاله وبصحه وراحه.